من القاهرة تنضم إلينا الكاتبة الصحفية المختصة بالقضايا الإقليمية والدولية الأستاذة هند الضاوي. أستاذة هند، هل تعتقدين أن المجتمع الدولي سيستجيب لطلب الرئيس محمود عباس، يعني جلسة طارئة لمجلس الأمن وحماية للفلسطينيين دولية؟ يعني أعتقد أن الفكرة ليست في جلسة مجلس الأمن، لأن الأهمية في مجلس الأمن تكمن في يعني موقف الدول الكبرى المسيطرة على مجلس الأمن. حتى الآن نجد أن هذه الدول تتعامل مع الحدث في حي الشيخ جراح بأنه يعني اشتباكات ثنائية ما بين الطرفين التي تتحدث أو تحمل المسؤولية لطرف بعينه. شاهدنا أيضا أن بيان الخارجية الأمريكية يتحدث عن قلق من التصعيد ولا يتحدث عن يعني انتهاكات المستوطنين تجاه المدنيين الفلسطينيين والمقدسيين في القدس في الأيام المباركة. وبالتالي أعتقد أن الأهمية في مجلس الأمن هي مواقف الدول الكبرى، لابد أن تتحرك لوقف هذا التصعيد حتى لا يتحول لحرب ربما في المرحلة القادمة، خاصة أن سبق هذا التصعيد تصعيد آخر ما بين قطاع غزة وما بين الحكومة الإسرائيلية. ما أتابعه الآن أن الحكومة الإسرائيلية تحاول بعد اشتداد الاشتباكات أمس يعني السيطرة على الموقف، وقد تحدث وزير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البرلمان بن غفير الذي تسبب في هذا التصعيد أمس حينما نقل مكتبه من المنطقة التي كانت فيها إلى حي الشيخ جراح، وساعد المستوطنين على استفزاز والتعدي على المقدسيين وسكان الحي. أعتقد أن هناك حاليا محاولات لرأب الصدع ما بين الطرفين حتى لا يزداد أو لا تزداد الحشود بشكل كبير. المجموعة الأوروبية حتى الآن ما زالت يعني بيانها أيضا يعني يسير في خطى أو يسير على نهج الوزارة الخارجية الأمريكية، أي أنها تدين الاشتباكات. لابد أن يكون هناك موقف قوي تجاه ما يحدث الآن من المستوطنين في حي الشيخ جراح حتى لا تتسع دائرة الاشتباكات ويصعب وقتها السيطرة عليها. ولكن أستاذة هند، يعني قبل أقل من أسبوع تقرير هيومن رايتس واتش كان شديد اللهجة ضد إسرائيل، تحدث عن ارتكاب جريمتي الاضطهاد والفصل العنصري، وهناك عدد من دول العالم اعترفت بهذا التقرير، إضافة إلى البيان المشترك الأوروبي الذي وقعته 5 دول بالأمس يطالب إسرائيل بوقف سياسة الاستيطان. صحيح قضية الشيخ جراح قضية منظورة الآن من جانب 4 أسر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن هناك على الأقل يعني وعي دولي بما يحدث في القدس الشرقية المحتلة. اسمح لي أستاذة رشا، وما قيمة الوعي الدولي طالما لا يأتي أفعال يعني ربما تهدد الحكومة الإسرائيلية بأنه سيكون هناك عقوبات دولية على إسرائيل إن لم تلتزم بمقررات الشرعية الدولية؟ الأقوال وحدها في هذه المرحلة لا تكفي، وهكذا اعتدنا من المجتمع الدولي والمجموعة الغربية بشركائها الأوروبي والأمريكي تجاه إسرائيل. ماذا لو كانت أي دولة أخرى تستخدم الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع تجاه المدنيين في أي دولة في المنطقة العربية؟ لوجدنا تهديدات شديدة اللهجة. فكرة أن هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية تدين الفصل العنصري والاستيطان وتهويد القدس، هذا وحده غير كافي، لابد أن يتم برمجة هذه التصريحات إلى أفعال على الأرض حتى بالفعل تشعر إسرائيل بأنها ستعاقب على ما تفعله تجاه الفلسطينيين في هذا الشهر الفضيل وتجاه المصليين. ولابد أن تعترف أو تلتزم إسرائيل بأن القدس للجميع، للمسيحي وللمسلم ولليهودي. فكرة حرمان المسلمين من تأدية شعائرهم الدينية ومواجهة ذلك بالرصاص وبالقنابل، هذا الأمر أعتقد طيب أنه كيف تتوقعين يعني حضرتك إذن كيف تتوقعين أستاذة هند موقف الدول التي طبعت مع إسرائيل، خصوصا أن هناك دعوة صريحة من إسماعيل أبو هنية لهذه الدول أن تعود في اتفاقاتها، وحتى الآن هي صامتة؟ يعني هذه الدول لن تعود يعني في اتفاقاتها وانها يعني تنظر الى مصالحها الشخصيه، ولكن الفكره ان التطبيع في حد ذاته ليس الهدف. الهدف من التطبيع سواء كان من الحكومه الاسرائيليه او من هذه الحكومات المطبعه هو عقد المزيد من الاتفاقيات والتعاون الثنائي ما بين اسرائيل وبين البلدان. بهذه الطريقه التي تتعامل بها اسرائيل مع الفلسطينيين، هذه الحكومات ستكون في موقف ضعيف جدا امام شعوبها، ولا تستطيع حتى يعني السير في التطبيع او توقيع الاتفاقيات وتنفيذها لا تم الاتفاق عليها. بالإضافة أيضا إلى أن مصر على سبيل المثال لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل منذ أكثر من 40 عام، ولكن بسبب التصرفات الإسرائيلية المتطرفة حتى الآن الشعب المصري يرفض التطبيع ويرفض حتى فكرة أن يكون هناك علاقة ما بين الشعب الإسرائيلي والشعب المصري. وبالتالي الفكرة ليست في عقد اتفاقيات تطبيع، الفكرة في تنفيذ التطبيع على الأرض. وأعتقد أن إذا استمرت إسرائيل أو الحكومة
الحكومات المتشددة في إسرائيل على هذا المنوال واستمرارها في مخططات تهويد القدس وطرد الفلسطينيين من الضفة وضم الأغوار وغيرها من القضايا المحورية التي تتسبب في الاشتباكات والصراع الآن، أعتقد أنه لن يكون هناك تطبيع ولا قيمة لاتفاقيات التطبيع التي وقعت مع الإمارات والبحرين والسودان. طيب. وأيضا المغرب في المرحلة الحالية. أستاذة هند الضاوي أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كاتبة الصحفية المختصة بالقضايا الإقليمية والدولية من القاهرة منضمة إلينا، شكرا لك. ومن الأستاذة هند أتحول إلى المحلل السياسي من القدس منضم إلينا مائير كوهين. سيد مائير أهلا وسهلا. هذه التطورات الأخيرة تضفي على إسرائيل صبغة لا تريدها، خصوصا بعد تقارير هيومن رايتس واتش وبعد البيان الأوروبي المشترك الموقع من 5 دول. لماذا تقدم إسرائيل على تنفيذ هذه العملية في القدس الشرقية المحتلة؟ طبعا هذه العملية ليست إسرائيل أقدمت عليها، ولكن نتيجة لعمل تطرف وعنف وقعت في باحة المسجد الأقصى، وتم في ليس فقط تدنيس يعني هذا المكان المقدس من قبل مجموعة من المتطرفين، وهذا الأمر حدث في تاريخ الأقصى معروف، يعني سنة 51 اغتيل العاهل الأردني الملك عبد الله عندما كان يهم للصلاة ويرافقه نجله الملك حسين فيما بعد، وتم إطلاق 3 رصاصات على الملك عبد الله وقتل ورصاصة. بس بالأمس لم نسمع أن هناك أي فلسطيني أو أي من المصلين كان يطلق الرصاص على أي شخص، بالعكس الصور المعروضة من الباحة أظهرت أن المصلين والمعتصمين تعرضوا لإطلاق القنابل المطاطية وقنابل بلاستيكية من نوع يستخدم منذ عام 2015، فلماذا؟ نعم، أنا ما ذكرته أن العنف هو ليس من اليوم، العنف هو موجود وبيستخدمه هؤلاء المتطرفين في موضوع الأقصى، وكما ذكرت الاغتيال الملك عبد الله. وزير الخارجية المصري أحمد ماهر تم الاعتداء عليه سنة 2003 من قبل. أنا أسأل حضرتك عن الأمس يا سيد مائير، حضرتك تتحدث عن متطرفين، ما هي دلائل هذا التطرف؟ دلائل هذا التطرف ما حدث، يعني وزير الخارجية المصري تم ضربه بالأحذية وأغمى عليه وتم نقله وإسعافه ونقله مرة ثالثة. أنا أسأل حضرتك عن الأمس، لماذا تم مجابهة المصلين والمعتصمين بالقنابل المطاطية؟ الشرطة الإسرائيلية قالت أنها كانت تحاول ضبط الأمر لما خرجت الأمور الأمنية عن السيطرة، وقالت أنها توخت أقصى درجات ضبط النفس. أعداد المصابين التي تجاوزت 200 لا تقول ذلك. نعم، وهذا صحيح، ولكن يجب أن نسأل لماذا اقتحمت قوات الشرطة إلى هذا المكان؟ نتيجة لإلقاء الحجارة على قوات الشرطة ومن قبل المصلين، بعض المصلين، وحولوا هذا المكان إلى ساحة معركة. أنت تريد أن تتحول هذا المكان إلى ساحة معركة، وهذا مكان مقدس، وهذا هو تدنيس لبيت من بيوت الله. إذا أردت الحرب فلديك ساحات المعارك، إذا أردت المظاهرات عندك الميادين والساحات، ولماذا اختيار هذا المكان تحديدا؟ هذا المكان تحديدا حضرتك تتحدث لإثارة المشاعر. تمام سيد مائير، حضرتك تتحدث عن إلقاء الحجارة ومجابهة قوات الشرطة الإسرائيلية لهذه الحجارة بالقنابل المطاطية، واحد، حضرتك دبلوماسي، هل هذا استخدام متكافئ للقوة؟ هناك مشكلة، 70,000 مصلي هم محشورون في هذا المكان، الفلسطينيين يقومون بإلقاء الزجاجات الحارقة ويقومون بإلقاء الحجارة على الشرطة، وهم في حاجة إلى خروج هؤلاء 70,000. تتصوري حضرتك 70,000 لكي يخرجوا، لابد من إفساح المجال لهم للخروج، وكان لابد من الشرطة للتدخل. ونشكر الله أن لم يحدث إصابات يعني خطيرة أكثر من ذلك، وهذا ما تسعى إليه حماس. حماس تريد تحويل هذا الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، وهو بسبب الأزمة السياسية بين حماس وحركة فتح. ما علاقة حماس بالموضوع يا سيد مائير؟ هذه اشتباكات ممتدة منذ عدة أسابيع، بدأت بمتطرفين يهود وفلسطينيين وبعدين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. اليوم نتحدث عما حدث بالأمس، وأقول لحضرتك أنه بمنتهى البساطة في قواعد اشتباك الشرطة مع أي متظاهرين لو كان لها أن تشتبك معهم أصلا لا تستخدم القنابل المطاطية إلا إذا كان هناك يعني ثورة عارمة. وكان هناك ثورة علينا، الآلاف يتدفقون ويلقون، و17 جندي تم أصيبوا في
في هذه المواجهات. المسألة هي تتعلق، وكما ذكرت هي لا تتعلق بإسرائيل، وإنما تتعلق بصراع سياسي بين حماس وحركة فتح من أجل إجراء الانتخابات، ومنع حركة فتح إجراء هذه الانتخابات، وتهديد كان تهديد واضح من قبل حماس بأنه في حال عدم إجراء الانتخابات فإنها ستحول الأمر إلى تصعيد خطير. وحماس استغلت هذه الصور من أجل تأجيج المشاعر سواء في الضفة الغربية. إذا كان المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم على أعلى درجات صنع القرار قالوا إنه لم يستجيبوا أصلاً لدعوات إجراء الانتخابات المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو للانتخابات الفلسطينية، ولن يسمح للقدس الشرقية المحتلة والفلسطينيون فيها بالمشاركة في هذه الانتخابات. القضية بالأساس كانت قضية سياسية، قضية حي الشيخ جراح، وقضية مجابهة الفلسطينيين للمتطرفين اليهود، وذلك هو الكلام الرسمي في الصحف الإسرائيلية، ليس فيه تحامل من أي طرف على الآخر، يعني حقائق. نعم، قضية الشيخ جراح هي قضية قضائية بيتم معالجتها على مستوى القضايا، محكمة العدل العليا بتبحث هذا الموضوع. الأمر لا يتعلق بسيطان، وإنما يتعلق بمستندات ووثائق بتبحثها المحكمة. في حال أنها كانت سليمة فيسمح لهم بالوجود، إذا لم تكن سليمة فالمحكمة ستحكم بعكس ذلك. بالنسبة لما فعله جهات سياسية واستغلال هذه الظروف مثل إيتمار بن جبير، هذا الموضوع أدين بشكل كبير من قبل العديد من الجهات السياسية والحزبية في إسرائيل. وهذا الأمر طبعا أيضا على مستوى الشعبي كانت هناك مظاهرات ضد ذلك، لأن إسرائيل أوضحت وهي توضح أن هي دولة تستند إلى القانون، والشرطة هي الوحيدة التي تتكفل بحماية المواطنين وليس إيتمار بن جبير. بقي أن أقول إنه الحكم في قضية الشيخ جراح أرجي البت فيها حتى يوم الاثنين القادم، وإنه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة يطبق عليهم القانون العسكري وليس القانون المدني. سيد مائير كوهين المحلل السياسي من القدس، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. قالت